اهلا وسهلا مشاهدينا، صباحا واصل معكم دفقة الشروق، الشروق الصباحي الحي، اولى فقرات صباحاتنا الندية. انتم عارفين شوية كذا جائحة كورونا كان عندها تأثير سلبي على البلد، ما على البلد بس، كمان بقت ايضا على المؤسسات التعليمية كلها بأكملها، يعني اغلقت المدارس وتأجلت امتحانات شهادة الاساس، امتحانات الشهادة السودانية. ده كان عنده اثر سلبي وممكن يكون نوع من الإيجابي لأنه حضروا نفسهم أكثر للامتحانات. واحدة من المنصات التربوية كانت في اليوتيوب، منصتي أو تخصص اختياري، يعني نعم منصة تخصص اختياري، منصة كانت حديثة لكنها يعني قدمت كثير. صحيح. لطلاب شهادة الأساس، نتمنى لهم التوفيق لأن الامتحانات على الأبواب. 12 يوليو زي ما ذكرتها، يوليو هيكون بداية الامتحانات، فبالتالي بيكون موضوع أنه كيفية التعامل مع الامتحانين صعب شوية، بيحتاج كثير من الخطط ووضع خطة وجدول وبرنامج معين للمتابعة للمراقبة. صحيح. لمساعدة كل الممتحنين على تجاوز هذه الفترة الصعبة اللي كلنا مرينا بها، ودعواتنا لهم أكيد بأنهم هم يكونوا من المتفوقين. داخل الاستوديو معنا مهيرة عثمان طه، مدربة تنمية بشرية وخبيرة في المجال التربوي وأيضا صاحبة منصة تخصصي اختياري. أهلا بك مهيرة، صباح الخير عليك. أهلا بك يا لينا ويا حمزة، صباح الخير عليكم، صباح السعادة وعلى كل فريق العمل وعلى كل المشاهدين. أهلا وسهلا مهيرة. بس مشاهدينا، هي برضو أستاذة لغة إنجليزية، مدربة تحفيزية، ومهنة مختلفة ترتبط بالمجال التربوي بالنسبة للطالب عموما. مهيرة صباحا، عشان ننور كل المشاهدين الأكارم، في فترة من الفترات مباشرة بعد انتشار جائحة كورونا وإغلاق كافة المدارس، أنت نشرت من خلال صفحة الفيسبوك، عملت جروب عشان تنشروا فيه الحصص التربوية وأيضا الحصص الإسعافية بالنسبة للطلاب. لو كلمتينا أديتينا فكرة عامة عن المنصة يعني لكل المشاهدين. طيب، منصة التخصص الاختياري هي منصة تعليمية تربوية تحفيزية، كان الغرض منها أنه كل الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة ما ينقطعوا نهائي عن الدراسة، بل يكون في حل بديل لهم. هي كانت تعليمية، بننزل حصص مع كمية من المعلمين والمعلمات من كل ولايات السودان، فيها كمان منشورات تحفيزية، فيها كيفية المذاكرة، كيف إنه إحنا نتغلب على القلق والخوف والتوتر خلال جائحة كورونا. جميل. طيب مهير، علاقتك بالمجال التربوي والتحفيز تحديدا يعني؟ هو طبعا أنا البيز بتاعي تربية لغة إنجليزية، حاليا الماستر برضو تربية علم النفس التربوي، وأنا أساسا في المجال معلمة. يلا بالنسبة للإنجليزي تحديدا، يمكن لأنه نتكلم بوضوح أنه في معاناة مع اللغة الإنجليزية، يعني لأنها أصبحت أساسية مهمة، فدارين نعرف أنه كيف يعني تقدري تقنعي كلمة إنجليزي ذاته ولغة إنجليزية. إلى الآن حتى إحنا الكبار بندخل كورسات ودورات تدريبية وغيره، كيف تقدري تقنعي الطلاب في هذه المرحلة تحديدا، تحفزيهم كيف لمفهوم اللغة الإنجليزية؟ صحيح. أول حاجة عندنا مفاهيم تربوية قاعدة في أذهاننا كلنا، الإنجليزي ما لغتكم، الإنجليزي بتصحح بالجزر من نحن صغار سمعنا عليها. الآن اللغة الإنجليزية أصبحت اللغة الأولى في العالم، يعني حتى لو قدام نحن في مرحلة جديدة وفي وطن جديد وعهد جديد، احتمال كل الجامعات تكون باللغة الإنجليزية، ونحن نقدر نواكب كل الدول المتقدمة في التعليم. الإنجليزي طبعا بلا شك هو مهم، أنت لو عايز تعمل كوميونيكيشن بين أي زول سواء كان سوداني أو أجنبي في شغل مهم أو حاجة انترناشونال، لازم يكون عندك لغة إنجليزية. أنا بقول الأساس الجيد من معرفتك للساوند للحروف الكتابة القراءة هي الأساس، بعدك نجي لمرحلة المخاطبة. الناس كلها بتكون مستعجلة يا لينا، يعني أي زول عايز يتكلم إنجليزي بيتلاغى بسرعة شديدة. لا، أنا بقول الأساس أول حاجة يكون في بيز قوي. جميل. طيب يا مهيرة، نرجع شوية كده لموضوع المنصة لأنه مهم جدا، ونحن مقبلين على امتحانات شهادة الأساس ممكن تكون نافذة لكل الأسر السودانية اللي بتتابعنا الآن عبر صباح الشروق. ده جهد كبير جدا انه تواكبي الاعمار، كانت هي اصلا منصه مفتوحه، فكيف قدرتي انك يعني تشوفي كل الحصص المهمه بالنسبه للطلاب وترفعيها من خلال صفحه الفيسبوك، ويحصل تواصل ما بينك وما بين الاسر والطلاب على الصفحه يعني؟ اول حاجه كان في مفهوم سائد انه صعب جدا التعليم الالكتروني يتطبق في السودان بما فيه من عوائق الشبكه، الانترنت، كل الناس ما عندها شبكه في كل الاماكن. لا، المنصه دي موجوده، متى دخل الطالب بيلقى الحصه قاعده، الحصه بتكون على صوره فيديوهات. انا كمان استعنت بالقنوات التعليميه اللي هي تخصصت في انها تبث حصص عبر شبكات
صحيح. انا بنسخ برضو من اليوتيوب بعض الاساتذه يعني الفعالين جدا والمجتهدين جدا كان عندهم قنوات. انا اساسا عندي طلابي بالاضافه لانه بعمل اعلان في صفحتي انا الشخصيه لمتابعيني صفحتي الكبيره كوتش مهير عثمان طه بقول انه في حصه فلانيه في الماده الفلانيه وبعد ذلك اي زول عنده رغبه بيكون ما شاء الله يعني طلابي ساتوا مساعديني بالتاجات وكذا. حاليا المنصه فيها اكثر من 5000 متابع والاغلبيه العظمى هم طلاب واحلى حاجه انه من الاغاليم وبتجيني فيدباك حلوه جدا من اولياء الامور ومن الامهات انه كان في عدم مذاكره الان في انه الحصص هو اصلا بيكون في السوشيال ميديا فبدخل معاه العمليه التعليميه. نعم يعني فوق ومنصات التواصل الاجتماعي هي الاعلام الحديث حاليا باعتبارنا واصبحت منتشره بصوره كبيره جدا. كلمينا عن التجربه تحديدا يعني تاسي ذكرتي انه بيتابعوكي في الفيسبوك. يعني مفادة بالنسبة لك وللآخرين. هو طبعا أنا يعني حسب تخصصي أنا بحب تخصصي جدا طبعا. جميل. ودي حاجة مهمة جدا لأنه يعني معظم الناس بيخشوا تخصص هم ما حابينه. لما تحب التخصص يا لينا بتكون نفسك إنك تقدمي إنك تبادري إنك تواكبي إنك ترفعي مستوى الناس اللي معاكي أو طلابك. العملية التعليمية عملية جدا محتاجة لجهود متضافرة من كل المجتمع سواء كنت في المجال التعليمي أو لا أولياء الأمور الأمهات المجتمع الإعلاميين الغنوات التلفزيونية كلها محتاجة. الحاجة دي ما كلفتني كثير لأنه الحمد لله معاي يعني أقول جيش من معلمي ومعلمات السودان متخصصين في المواد كل أستاذ حتى نحن عندنا جروب صغير بننسق فيه يعني حتى العملية تحت نزل الحصص في المنصة وغيرها مرتبة جدا ومنسقة جدا ومعمولة بي يعني عمله بحب يعني اتوقع انه التجربه دي تكون مثمره وتستمر اكثر ويكون في ايوه نحن حاليا بس تخصصات عاليه مختلفه للمنصه ذاتها. جميل هي متاحه. طيب يا مهيره نحن في فتره صعبه جدا وذكرت انه تاثير جائحه كورونا الغى بالظلال وما ما فقط على الاسر برضو على الطلاب يعني كان في تخوف شديد من قصه الامتحانات تتاجل او كذا خاصه من ديل الاطفال يعني في سن مبكره جدا. فالدور ممكن يقوموا به الأسر في الفترة دي شنو يعني الدور التحفيز الكبير يعني ننسى إنه كان في جائحة ونبدأ بداية حقيقية إنه في امتحانات الفيصل بيناتنا إنه ننجح وننجح يعني صح. فالدور التحفيزي المهم بالنسبة للأسر المفروض يعملوا شنو؟ طبعا دور مهم جدا وهم يعني مربط الفرس. طيب معظم الشكاوي بتجي من الطلاب حاليا الرسيل صفوف العيش شايلينهم صفوف البنزين قطوعات الكهرباء الحاجات دي كلها بتأثر في مود الطالب والمزاجية بتاعته وتهيئة الجو للمذاكرة. دور الأمهات والآباء دور عظيم جدا داخل الأسرة حتى الأخوات والأخوان. أنا بقول لهم إذا اضطررتوا شاركوهم العملية أقعد أقرأ معاهم. أنا الصف الثامن ناس صغار لسه يعني ما وصلوا الوعي بتاعت مثلا ناس الشهادة السودانية واعين يعني شوية نوعا ما إنهم داخلين على جامعة إنه دي مرحلة انتقالية مفصلية بالنسبة لهم فهم لازم يكونوا معاهم أول بأول. نبعد عن الضغوطات المنزلية بالنسبة للبنات غسيل العدة يا لينا كنيسة الحيشان الحاجات دي كلها بتجي شكل واضحة جدا صحيح. فلازم يكونوا واعين حتى الكلمات الإيجابية. نحن دائما بقول لهم انه في حاجه اسمها بتدي رساله للعقل اللاواعي عشان انت تكون في الواعي. انا ناجح انا قادر سوف استطيع الماده سهله جدا الماده جميله مستقبلي زاهر. كل ما انا اديت نفسي تحفيز ايجابيه بالضبط أيوة. كده البوزيتيف انرجي حتى لو ما لقينا ناس حولنا ليه انا ما ادي نفسي بلاي طاقه ايجابيه كده انه انا بقدر امشي انه بقدر اتقدم. نعم الموضوع ده يعني ما بالساهل لكن برضه الانسان بيقدر انه يقوم به يعني زي ما ذكرتي. طيب الفتره دي هل بتشكل الخوف؟ الفتره بسيطه شديد الناس مبدئيا ممكن تكون هي مستعده جاهزه للامتحانات لكن او الطلاب كانوا حريصين في فتره جائحه كورونا ينتهزوا الفرصه كويس ويذاكروا بسرعه للي حابين يتفوقوا يعني. لكن الان الفتره بقت قريبه جدا 12 يوليو. طيب كيف ممكن يستعدوا في هذه الفتره تحديدا لامتحان الشهر؟ اول حاجه بقول لهم التخطيط وترتيب الاولويات في المواد ذاتها. ما في مواد نحن قارنها حابشنها زي ما بيقولوا وفي مواد سهله بنحسها برضه. ايوه نحن نشوف الاكثر اهميه ثم المهم. نضع جدول نكون عارفين نحن خلال اليوم حنعمل شنو. نفضل تقريبا كده على 10 ايام. خلال العشر ايام دي انا حاوزع جدولي كيف انه انا حاعمل شنو. مراجعه الامتحانات مهمه جدا. التفكير الجمعي يعني شنو يعني الجروبات اللي نحن عاملين لها دي ممكن يجي شنو ممكن نركز وين الحاجه دي غالباني. والمبادره اذا حاجة صعبة أسأل والمنصة منصة تخصص اختياري التعليمية هي معمولة عشانكم أنتم فمتواجدين فيها كمية من المعلمين والمعلمات. أنا عايز أقول أنه
بادر بالحاجه الغالبات، حتى لو كان ناس البيت يا ماما انا الحاجه دي غالباني ممكن تساعديني، فهم في السن ده عندهم التخوف، عندهم القلق، عندهم التوتر، هم اصلا ما كانوا مفتكرين انه في امتحانات، يعني في بعض منهم جزء كورونا ما لسه بعيده ما معروف يحصل شنو حصلت المفاجاه. فانا عايزه اقول بجد دي فتره مهمه جدا في السودان كله، فانتوا يعني انتوا شباب المستقبل، وانتوا يعني الاحتمالية كلها عليكم، وأنا بقول دائما عشان نبنيه لازم نبني نفسنا أول، نبني نفسنا بالعلم والمعرفة والوعي والثقافة. العلم سلاح. صحيح. مهيرة في ناس ما في المنصة، 5000 السودان ده ما واسع. وإذا كان في ولاية الخرطوم الآن الاستئناف بتاع الدراسة، برضو في ولايات أخرى قد ما يكون ممتحنين، يعني تم تأجيل امتحانات والآن في النظر لإعادتها بالشكل المطلوب وفق للإجراءات الاحترازية بتاع جائحة كورونا. فلو تكلمنا عن الأسر، احنا قلنا اطفال وسنهم برضو ما بتخليهم يرتب اولوياتهم، فبنشوف في ضغط كبير جدا من الاسر، يعني غير تهيئه مناخ الدراسه في ضغط كبير جدا، ما يطلع وما يعمل وما كده، لانه هو اصلا ما رتب من بدري، يعني احنا بنجي وبنتفاجئ انه امتحانات وفي الاخير بنحصر نفسنا عشان نطلع بنتيجه كويسه. فدور الطالب ذاته في انه هو يكون حريص جدا على انه في الفتره دي ينجز على قدر المستطاع، يعني غير تهيئه البيئه اللي بتكون من الاسره، يعني انه ما يترسل انه ما يعمل، يكون عنده برضه دور بتاع المشاركه. يعني هو طبعا الطالب لازم يكون واعي جدا بالمرحله الخطره اللي هي مساء تامنه دي، مرحله انتقاليه لسنه جديده او لمرحله جديده، احتمال تكون في مرحله متوسطه بعد ذاك ثانوي، لحد الان ما اتضحت، بس انا بقول انه يعني نجاحك ليك انت وفشلك حيضرك انت. الأسرة ما بتتحمل مسؤوليتك ولا المجتمع ولا الدولة، نجاحك هو اللي بيرفعك أنت. أي نعم نحن مرينا بظروف صعبة كلنا، حتى نحن الكبار الأدلت، يعني جائحة كورونا كان لها ضغوط علينا، بس دايما بيقولوا المعاناة بتجي معاها الإبداع، بتجي معاها الإبداع دايما، فدي يعني دي فرصة بالنسبة لكم. وانتوا دفعة مميزة جدا، دفعة 2020 هي مرت بحاجات كثيرة، تغيير يعني ثورة بالضبط كده كل الحاجات دي مفترض تكون حافز وداعم قوي لكم جدا انكم تكونوا متميزين. انا اقصد ان اصلا ما قروا من بداية المشوار وتناسوا قصة انه في امتحانات وفجأة كده كأنه الحاجة طلعت مفاجئة بالنسبة للامتحانات، هي كانت مرتقبة في اي وقت يعني، فما قروا في البداية ذي نفسهم في الاخير، المفروض نعمل لهم شنو في الفتره دي؟ يعني انت قلت اولويات في البدايه انه الحصص السهله، نستعين باساتذه ان شاء الله جارك، اول في الاسره في ناس متعلمين يعني في الرياضيات في العربي او كذا، عندهم مخزون كويس ممكن يفيدوا به يعني. اوكي، اول حاجه طبعا محتاجين خطه طارئه. الخطه الطارئه بتجي وين؟ في انك انت ما تقلق من الامتحان، يعني الامتحان ما حاجة في المستقبل لسه ما جات، على قدر اللي انت قاريه وحاول تلملم كل المعلومات اللي عندك، ما تضغط نفسك، يعني السهر والقلق والخوف دي كلها بتخصم من طاقتنا، يعني الطاقة المفترض نحن نبذلها في القراب نبذلها في التفكير السلبي اللي ممكن يكون. كثير من المعلمين مجتهدين جدا، يعني طلعوا مذكرات تلخيصات، حاليا بالمناسبة نزل تطبيق اسمه جارس في كل الامتحانات. ايوه نزل حتى بي دي اف على أيوة. بدرسها على الواتساب وبتنزل من جوجل بلاي. فدي من الافكار اللي يعني المبتكره جدا لمساعده طلاب الشهاده السودانيه، انا شايفه انه يعني معظم المجتمع واقف معاهم وقفه حقيقيه، وهم فعلا محتاجين الوقفه دي، فهم يقولوا على قدر المسؤوليه. نعم، التطبيق فيه نموذج لامتحانات سابقه وغيره. طيب كلام مهم وجميل، في حاجه مهمه ثانيه، انه يعني في طالب بيكون يعني الامتحان الفايت ويعني ما توفق ما نجح والان هو امام امتحان جديد عاد للسنه، هنا الخوف بيكون اكثر بالنسبه للطالب، الرعب من الامتحان بيكون اكثر لانه يمكن ما كان متوقع، ما ذاكر لاسباب معينه. النفسيه بتاعت الطالب تحديدا نتعامل معاه كيف؟ طالب امتحن السنه اللي فاتت وما نجح والان سنه جديده، كيف دور الاسره تحديدا واحنا كيف نقدر نتعامل معه مع يعني الامتحان الجديد مره ثانيه عايده السنه يعني. اوكي، هم نحن نقول انه الفشل ممكن يكون مؤشر قوي لانك انك ممكن تكون تنجح. ناجح ايوه، لانك اذا ما جربت الحاجه وذقت مرارتها ما بتقدر بطريقه ملحوظه. كلنا في حياتنا معرضين للفشل، سواء كان في الحياه اليوميه العاديه، في التجارب، في اي حاجه، الحاجه طبيعيه جدا، وانت بتتعلم من تجاربك. تحفز نفسك دائما بالطاقه، اعرف انه دي فرصه ثانية بالنسبة لك. بالنسبة ذكرت حاجة مهمة جدا، ناس البيت، مرات الطاقة السلبية بتجيك من اخوانك في البيت، يعني انت ما سقطت انت ما حتنجح. ايوه دي انا بقول الحاجة دي ادارة منزلية وتربوية من الام والاب،
انها تربي بطريقه. حاليا احدث طرق التربيه لينا ويا حمزه، الناس بقت تعمل ميتنج اخر الاسبوع، ميتنج عديل، وتشوف انت ما عاجبك في لينا شنو يعني. أيوة مثلا انت اختي اسري مثلا، لينا ما بتحفزني، لينا دائما بتديني طاقه سلبيه، بتقول لي انت ما بتقدري، انت ما حتعرفي، انت ما حتنجحي. طوال حندي انذار لينا، لينا ما صح كده، والاسبوع الجاي حيكون عندك تقدري ترفعي، هل لينا فعلا نفذت ولا لا؟ فاساليب التربيه الحديثه اكيد ليها دورها. الاسره هي يعني هي منبع انه الطالب يمشي المجتمع، يمشي المدرسه، هي الاساس. اذا كانت الام يعني قائده وقادرة تدير العملية التربوية في البيت، طبعا بمشاركة الأب أكيد أكيد ما حتكون في مشاكل. بمشاركة الأب، ويعني حاجة أخيرة وما أعرف إذا حمزة عنده إضافة ولا، لكن برضو حاجة مهمة جدا في عملية الامتحانات المقبلة في الأيام القادمة، دور الأستاذ أثناء الامتحانات ودور المراقب مع الممتحن. طيب نقول طالما إنه وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة أخذت قرار إنه تنزل الامتحانات في المواعيد دي، لازم يكون في تهيئة للمعلمين ذاتهم زي ما قلتي. أول حاجة الهدوء الشديد، ريلاكس، ما في حاجة، الحاجة دي عادية، هي من المعلم بس، من كل الطاقم، من البوليس اللي بيجي يسلم الشهادة. طبعاً الامتحان بيكون متوتر جداً. أيوة صح طبعاً. بس لكن بالدعم النفسي وبال بالتبسيط الحاجة، ده غير إنه نحن هم أكيد في مرحلة خطرة، يعني في حاجات لازم تكون اساسا اوريدي اتحسمت، اللي هي وجود كمامات كافيه، الحرص على وجود مسافه كافيه بين الطلاب في الجلسه، وجود طبيب في المركز، وجود سياره اسعاف لطوارئ، كل الحاجات دي ممكن تطمن الطالب شويه انه لا قدر الله حصلت اي حاجه انا حكون في امان. بالتالي بالاضافه الى الارشادات ما قبل الجلسه، يعني حتى في الـ في الـ في الجلسه نديهم ابتسامات، يعني اي شيء يمشي على ما يرام. فبلاش التوتر، يعني هم راهم مضغوطين، فنحن نحاول نمتص الطاقه السلبيه اللي هم جوا. ده كلام طيب جدا. طيب في الاخير ممكن نكون نقول رساله في بريد اولياء الامور، لانه الفتره حرجه هم بيوصلهم بيكونوا اكثر خوفا، يعني خاصه احنا لسه في فتره بتاعت انتشار المجتمع لجائحه كورونا. فالمطلوب شنو الترتيب ما بين ولي الامر ما بين المدرسه اللي ممتحن فيها الطالب، يعني ما بين ولي الامر والمدرسه. اول حاجه لازم يكون متابعه، يا ريت لو كل لو ما في ترحيل يعني كل الامهات او الاباء يوصلوا الطالب لحد المدرسه، الحاجه دي فيها دفعه عاليه جدا. الحاجه الثانيه بالنسبه للامهات والاباء، يا ريت ما نضغطهم، يعني قوم اقرا خلاص خلصته كده خلاص، نبعد عن المقارنه، ودعمك اشطر منك حيجيب اكبر منك، فالحاجات البسيطه دي ممكن تصنع فارق كبير جدا. حقيقه يعني الطلاب، انا ما حقول تضحيه ولا غيره، يعني كان نحن ممكن اذا كان نحن تعليمنا بيسمح لنا، الدول المتقدمه امتحنت الكتروني ومشت للسنه اللي بعديها. فنحن نقول انه نحن مستبشرين بالفتره الجايه انه يكون في تعليم الكتروني، يكون في تعليم حديث. ايوه بالضبط كده. كمان احنا برضو يعني دعواتنا وتمنياتنا بالتوفيق لكل الممتحنين. الام برضو بتكون مرعوبه قلقه قبل ابنها ما يسهل، بتلاقي طلاب في الشارع مرات بيقول الامتحان صعب والامتحان سهل وغيرها من الاشياء. انت ما عليك الا تسمعي ابنك او ولدك بعدين بعد ما يمتحن. احنا شاكرين لك كثير جدا مهيره عثمان طه، مدربه تنميه بشريه، خبير في المجال التربوي، وصاحبه منصه تخصصي اختيار. شكرا جميلا لك، واستاذه لغه انجليزيه. نعم أنا كي شاكرة لك يا علينا ويا حمزة ولكل فريق عمل صباح الشروق. أتمنى لكم يوم سعيد وأمن وأمان وصحة وعافية، دعم العالم كله يا رب. نلتقي في مساحات أخرى أكثر حرص، سواء كان لامتحانات شهادة الأساس أو القادم امتحانات شهادة السودان، لأنه أيضا متوقعة متى متروك للزمن، وأيضا ناس تكون مستعدة.